الله عليكم. الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكالي أولاً وآخراً. الله سبحانه وتعالى وحونو قال الله يستي نعمات آدي أدو ترابداً وأين كوبي كرين شكر يدنا إن الله نما أدو أدكتها. الله سبحانه وتعالى وحوليه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هدي أدونتان إن أد نعمة الله سبحانه وتعالى ونين قالي أدونتان إن أدكوبتان مكوب كرتان ولله الله سبحانه وتعالى نعمة أبوين إله سبحانه وتعالى ونسيين وحويان أولا نعمة الإنسانية إله إنه نغدق إنسان وحويان وكرامة إلهي وككرامة إنسانك سائر خلقه الله سبحانه وتعالى وحوليه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وحولي الله سبحانه وتعالى بني آدمك وأن كراميني إن بضن وكم إذا خلقك وأن كرم إلى الله سبحانه وتعالى نعمة ذا مركا ونعمة باهن إلهي سبحانه وتعالى إن كما هذا علينا مركزتا نعمة ذا كلي له الله سبحانه وتعالى ونسيي إن باهن إن كما هذا نغنى مركزتا وحويان نعمة الإسلام والإيمان سلاني ماذو يو إيمانك إلهي سبحانه وتعالى سقايا بفضله ومنه وكرمه عدو دونك وقلديستو عقلنا لغو مهلا مالنا لغو مهلا جنسيات يلوقات يمهلات كسو جيدنا لغو مهلا وإلهي سبحانه وتعالى مهد أما فضل ديراد وعد دونوسي يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إلهي سبحانه وتعالى مهد كله وحان لدون يا مركز طينان إلهي سبحانه وتعالى وغم هاد علي النار انتاسي نعمالا كالي تاكسي دارن اكسي وين اللو باهن يهينا الهي كغم هاد نغنو حويان ان جعلنا الله سبحانه وتعالى أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة نبي محمد من انو الهي نغد غي وايو نبي كستا اما الرسول كستو الهي وصو ديرو حلقي سي اسلام ويدد كراعسن ان لكن أمد النبي محمد إلهي نغا دغاي او نو دورتي وفضل إلهي سبحانه وتعالى ونسيه ومدها كلو كقضيه الله سبحانه وتعالى حوليه كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله مركا أمد تنو خير بان دغاي إلهي سبحانه وتعالى أمد النبي محمد إنه فضل على نسينا ووحي الله سبحانه وتعالى إن لغم النقوب باهن نبي حلي عليه الصلاة والسلام أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام وحاتهين كوا إلهي أن النصيب يسيي ما دام هم ضاهو خير بدنتهين أن النصيب يأتي هشام بالنبي عليه الصلاة والسلام ما دام النبي عليه الصلاة والسلام وهي أفضل الرسل والأنبياء أما أفضل الخلق إجماعا أن علماء الإسلام انتوا بدن وحي يسكن رأسيهم إن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى وياه حتى الملائكة وحتى جبريل عليه السلام سادرت النبي عليه الصلاة والسلام وحان كهلنا فضل الله سبحانه وتعالى أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام انتهى دي أنت قرافه وحاك له وإلهي سبحانه وتعالى إن أنا أمها النغنو أن نغل الربا إن إلهي ماشي أسكوه كاكيني النغو ومركاسي تكريم يوينين إجلال وسمينين كتاب الله سبحانه وتعالى تاسوا عن رجين إن شاء الله إن إلهي سبحانه وتعالى نغد مدافع بسبب ذلك الأمر نبي وحولي أي مجتمع قوم بيت في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده وكما قال عليه الصلاة والسلام
روايات كلا روايات حديث كم من نوع هاي إنه النبي الله سبحانه وتعالى أوليه دون مرك قدام بيسون قوموا مغفورين لكم إذن كولو أهكولو دم دافعي استاجا مركا ماشان أن أنت عن جوجنو إلهي سبحانه وتعالى أن حريستي سايا إن شاء الله أن متقانا إيه نوصل دقيسا رحمة الله نوائنا هريرين سايا ملائكتا إلهينا سبحانه وتعالى يتباهى به المتقانا ملأ الأعلى سيدة حديث كلا النبي عليه الصلاة والسلام وكو شيغي ملائك باجر تسدو نبي شيغي رادسا ميلاها أهل خيركا يخير كلغو هايو سيدو نبي شيغي عليه الصلاة والسلام أولي إن لله ملائكة سياحين وحولي الله سبحانه وتعالى ملائك سياحين معناها دولك وريبته يبحثون مجالس الذكر وحي راذين أيان مال إله سبحانه وتعالى لوحو سيو مركي أيهلان وأي فريسان أيان كدبنا مركو دماغو إله سبحانه وتعالى أي أسر نقون أيان كدبنا حديث كديرا الله سبحانه وتعالى وحديث قصيقة ونبي شيغي وليه الله ماذا وجدتم عبادي وماذا تركتم الدوما هي مركا دو تكتين محي مركاسي سمينيين مركا دو كسو تكتين محي سمينيين حديث كواهو ديرا وعكم إذا مركا آخر كينو الله سبحانه وتعالى دهيو وشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وحان انكم مركاتي ديغيا إن أن أدام مدافع يوري الله سبحانه وتعالى مركا إلهي سبحانه وتعالى وحنكر جينينا إنو إلهي سبحانه وتعالى أن أدام مدافع قلب كصديق أن أنت كجد به وحير أيامك أرندون إن شاء الله سبحانه وتعالى ما دام حفلة ديت حفلة متقنة تكريم أهل القرآن أن فضلك قرآنك أوليه ذاته أما فضلك أوليه قرآنك أما أهل القرآنك في الدنيا هي فضلك أهل القرآنك إليهن في الآخرة أنا أدينا نصوك إن شاء الله سبحانه وتعالى اسكت أي وقتك ويردرتين إخواني في الإسلام قرآن كوحاويان حبل الله المتين إلى هيمتك ونسيي أكبر معجزة للنبينا عليه الصلاة والسلام وإلهي يكسو الدجيي سلا وسونا من مديسة وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين سأسأل الله سبحانه وتعالى إلهي بكسو عليه الله وكسو الدجين قرآنك حق إلهي أيانا وكأسو الدجين وأنا كلام الله سبحانه وتعالى نزله على جبريل نزله على محمد بواسطة جبريل باللسان العربي المبين سادرت إخواتي وأخواني في الإسلام وحاويان قرآنك وحكستو إلهي سبحانه وتعالى هو نسيه هدي أنا يمد إسلامك وحاوه فضلك بضن ويان وأيو كلام الله سبحانه وتعالى وحيار عيار ماها سادرت قرآنك وحاوليه فضل بذاته قراءة ديسة يو متقان برشة ديسة يو متقان فيرين ديسة يو حنبار ديسة خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وحنكو خير بذن بولي نبي عليه الصلاة والسلام كوا قرآنك برتي ضدك نبرا وفضل الله سبحانه وتعالى وسيي قرآنك يو أهل كيسة وحولي نبي عليه الصلاة والسلام حديث قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهلي وكما قال عليه الصلاة والسلام وحولي القرآن كأخرية ويوحو إيمان دون أمانة قيامه السبع ودد كيسا أن متقانا وشفع قاضي حديث قال صحيح نبي عليه الصلاة والسلام حورنا يأتي يوم القيامة القرآن قرآن كأي إيمان إيمان قيامه يقوداني سورة البقرة وآل عمران وكما قال عليه الصلاة والسلام وحيمان القرآن كأيه قامين أيان ويهور سعدان سورة البقرة أي آل عمران يشفعان لصاحبهما أيه شفع قاضي صاحبك وذي صاحبك حاويان الذي يقرأ القرآن ويعمل